دكتور حسام، وانت بتبص على 10 سنين دي، ربما ايه اهم التحركات اللي قدرت تحقق بعض التحسن في المنظومة الصحية؟ الحقيقة خليني أقول بوضوح أنه يمكن أهم حاجة اختلفت في ال10 سنين اللي فاتوا عما كان قبلها، أن الأول مرة الدولة تنظر إلى منظومة الصحة نظرة كلية. يعني الصحة مش أنك تعالج عيانين، أنت وزارة صحة مش وزارة مرض. وبالتالي الأول مرة يبقى منظور القيادة السياسية والدولة للصحة أنها تشمل أن يحيا الإنسان حياة صحيحة، جودة الحياة الصحية. احنا بنتكلم في المفهوم الصحي، والأول مرة تتعامل مع ملف الصحة بشكل متوازي في أركانه الأربعة. ملف الصحة ليه 4 أركان: متلقي الخدمة الصحية، مقدم الخدمة الصحية، المنشأة والتجهيز، القوانين والقواعد الحاكمة. لأول مرة نشتغل على الأربعة مع بعض. ما بقتش القصة قصة إن أنا ببني مستشفى هنا وبعدين أروح في حتة تانية أبني مستشفى، أو بجيب جهاز هنا أو بجيب جهاز هنا. لا، ده أنا بدأت بالعنصر الأهم، بقيت أو تفكيري منصب على متلقي الخدمة. إزاي متلقي الخدمة ده يعيش حياة صحية سليمة؟ فكانت المبادرات الرئاسية، وكان قانون التأمين الصحي الشامل، وكانت الاستراتيجية القومية للغذاء، وكانت الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة. ده عمل ايه على الارض بوضوح كده؟ متلقي الخدمة ده استفاد ايه في ال10 سنين؟ متلقي الخدمة استفاد في ال10 سنين انه بعد ما كان نسبة الاصابة بفيروس سي 14.5%، النهاردة منظمة الصحة العالمية بتستعد لاعلانك واحدة من الدول التي تمكنت من القضاء على الإصابة بفيروس سي. يعني أنت في سنة 2014 كنت داخل المدرسة وبتاخد في كتاب الأحياء مصر الدولة الأولى على المستوى العالم في فيروس سي. النهاردة وانت في الثانوية العامة ولا وانت في الجامعة بتاخد في نفس المناهج انه مصر اصبحت خالية من فيروس سي. انا اظن ان ده انجاز مهم جدا الحقيقة. مش لوحده. النهاردة انت في سنة 2019 قبل ما تبدأ المبادرة الخاصة بالأنيميا والتقزم عند الأطفال كان عندك نسبة إصابة مرتفعة، النهاردة وانت في 2022 انخفضت النسبة دي بنسبة 25%. يعني بدل ما كان عندنا من كل 100 على سبيل المثال في 50، النهاردة نزلنا من كل 100 بقى في رقم أقل من ده بنسبة 25%. النهاردة كان بدل ما كان عندك معدل وفيات الأمهات أو الأطفال في سن ال5 سنين لحد سن ال5 سنين من كل 1000 في 30، انخفضنا ل18. بعد ما والكلام ده كله من 2019، بعد ما كان معدل وفيات حديثي الولادة 10 في ال1000، أو بعد ما كانت 20 في ال1000 انخفضنا ل10 في كل 1000، بعد ما كن معدلات وفيات الرضع 16 28 في الألف انخفضنا ل16. دي أرقام حقيقية. يبقى متلقي الخدمة استفاد في الإجمال إيه؟ هذه مجموعة من الأرقام. بعد ما كنا أورام النساء كمان، بعد ما كنا بنكتشف بنسبة 58% سرطان الثدي وأورام الثدي في المراحل الرابعة، صحيح. النهاردة بقينا بنكتشف بنسبة 70% في المرحلة الأولى. ده يساوي إيه؟ يساوي أنه 58% كنا بنوصل لمرحلة يقول لهم خلاص لم يعد في إمكاننا كأطباء أن نقدم المزيد. النهاردة في 70% بنقول لهم احتمالية الشفاء تزيد عن 99%. ده جزء متلقي الخدمة. النهاردة السيد الرئيس بيتكلم دائما وأبدا عن إزاي الناس تحافظ على وزنها، السمنة، الأمراض الغير المعدية، الضغط، السكر، إزاي الناس تحيا حياة صحية سليمة، إزاي تمارس الرياضة، إزاي تأكل أكل صحي. كل ده استفادوا متلقي الخدمة وما كانش على خريطة الدولة أصلا قبل كده. وكمان في مبادرة 100 مليون صحة، أنا أظن دي برضو مهمة جدا، إنها دي اللي بتكتشف الأمراض اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي سكر الكشف عن الأمراض الغير سارية. وبالتالي متلقي الخدمة اتنقل من مرحلة انه بيدور على العلاج وانه مستنينه لما يعيا عشان يروح يتعالج، الى ان انا بقدم له الوسائل والمبادرات التي تمكنه
من انه يعيش عيشه صحيه سليمه، او لا قدر الله يمكن اكتشاف المرض في مراحله الاولى بدايه من اول يوم صحه الام والجنين وهو لسه جنين، والام حديثي الولاده، السمع، الكشف عن 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 ضعف السمع، دخل المدرسه بعدنا انيميا وتقزم وسمنه، 18 سنه بقت كل المصريين، كل المصريين، كل المصريين. اللي انا عايز اقوله انه 100 مليون صحه كانت تعني تقديم الخدمات لل 100 مليون. النهارده واحنا بنتكلم في شهر 6/2023 احنا حققنا من الرقم ده ما يقرب من ال 95 مليون. 95 مليون مواطن مصري تم تقديم الخدمات الرعايه الصحيه لهم من خلال المبادرات الرئاسيه، 95 من ال 100 مليون اللي كنا بنطلق المبادره ساعتها 100 مليون صح.